السلام الله عليكم جميعا، نتمنى ان الجميع يكون بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الوغ مرحبا بكم معنا في هذا لا فيديو. غادي نحاول نبارطاجي معكم الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون كونسيرنون الامور اللي خصنا نسولو عليهم ولا الكونفيغوراسيون اللي خصنا نسولو عليها فاش غنبغي نشريو ان بي سي، سواء ان بي سي دي بيرو او لا بي سي بورتابل. كما كتعرفوا انه اغلبيه ديالنا حاليا، سواء كنتي طالب كنتي خدام، لابد انني يوم من الايام انني نكون مقبل على انني نشري البي سي ديالي. الوغ الا كنت مقبل على انني نشري البي سي ديالي، شنو هما الامور اللي خصني نلقى؟ بحكم انه لقينا في الميدان حاليا كاينين الناس اللي كيستغلوا يعني هاد عدم المعرفه ديالنا لهاد الامور اللي خصنا نسولو عليها. فاذا كنت باغي تشري واحد البي سي بورتابل او لا بي سي دي بيرو، لابد اننا نشوفوا هاد الامور. اول حاجه خصني نسول على البروسيسور. البروسيسور هو لو سيرفو ديال الاورديناتور، هو العقل ديال البي سي. يعني كل ما كان مزيان الا وانه كتكون الخدمه في داك البي سي مزيانه، وحتى لا رابيديتي ديال البي سي كتكون مزيان. بالنسبه لهاد لي بروسيسور، دابا كاينين بزاف ديال لي موديل. كاين الحاليا اللي كاين، حيت هاد البروسيسور فيه جوج ديال الشركات، كاين الشركه ديال انتل وكاين الشركه ديال ام دي. دونك جوج شركات كيخرجونا ولا كيصاوبونا هاد لي بروسيسور. الشركه ديال ديال انتل كتكون معترف بها اغلبيه ديال لي بي سي، كنلقاو البروسيسور او لا سي بي او، كتسمى سي بي او ديال انتل، هو اللي كيكون بزاف لي زورديناتور. في هاد البروسيسور كاينين بزاف، عاوتاني فاش كندخلو البروسيسور ديال انتل فيه بزاف ديال لي ما. الوغ من بين لي بروسيسور اللي كنلقاو حاليا، كتلقى كور اي 3 اي 5 الاي 7 والاي 9 صافي. دونك عندنا الاي 3 الاي 5 الاي 7 الاي 9 الاي 3 اي 5 اي 7 و اف 9 صافي. دونك هادو هما لي بروسيسور بالنسبه لي بي سي بورتابل. كاين عاوتاني دوك لي بروسيسور ديال انتل القدام، كنلقاو مثلا بونسيوم، كان ديال كور، كور دو ديو، هاد عاوتاني لي مارك قدامين. هادو اغلبيه كنلقاوهم في دوك لي بي سي القدام، بحال مثلا داك الميني بي سي داك الصغير، اولا غتلقاو حتى في لي زونيتي سونترال. لي زونيتي سونترال كاين اللي كتلقاو فيهم هاد لي بروسيسور، هادو قدام شي شويه صافي. دونك بالنسبه للكور اي 5 الاي 3 الاي 7 الاي 9، كل ما خديتي شي وحده تكون كبيره الا ولا كونفيغوراسيون البي سي ديالك كتزاد. الا خدينا اي 9 ماشي هي اي 7، والاي 7 ماشي هي الاي 5، والاي 5 ماشي هي الاي 3 صافي. دونك دابا بدا انا هنا، الا كنتي باغي تاخذ البي سي ديالك على الاقل خذ من اي 5 وانت طالع، الاي 5 الاي 7 ولا الاي 9 اللي قدرتي عليهم. الاي 9 راه كتكون طالعه في البري، الاي 7 كذلك، مي الاي 5 راه كتكون مناسبه في الاثمنه، يعني كتكون ثمن بالنسبه لينا حنا. شي واحد عنده الفلوس وعنده الامكانيات باش انه يشري شي حاجه مزيانه، راه ممكن يشري الاي 7 اولا الاي 9. دونك انا بالنسبه لهاد دو بارتي، دونك على الاقل غتاخذ من الاي 5 الفوق. الاي 3 حاولوا تتفاداوها، حاولوا تتفاداو ديك الاي 3. كاين ايضا شنو كنختاروا في هاد البروسيسور، كنهضروا على الجينيراسيون. دابا الا مشيتي لشي واحد من المحل، شنو كتسمع؟ تسمع الاي 5 8 جينيراسيون 8250 مثلا. الوغ ديك 8 جينيراسيون منين كنجيبوها؟ دونك انا نحاول نشوف لكم نشوف هاد الفيديو، الا ما كانش طويل ساعه نشوف، غنحاول نوريها لكم في البيسي. دونك الاي 5 8 8 تنشوفها في البيسي. كاينه ايضا لارام، دونك لارام 8 جيجا مثلا. دونك لارام كتبدا، كاين لارام اللي فيه واحد، بي سي اللي فيه واحد، كاين اللي فيه جوج، كاين اللي فيه اربعه، كاين اللي فيه ثمانيه، كاين اللي فيه 16، كاين فيه 32. 32 قليله شي شويه في السوق، مي كاين الحالات اللي كنلقاو. دونك انا الا بغيت نشري واحد البي سي ديالي، على الاقل تبدا الجيجات ديالك من 8 جيجا وانت طالع. البي سي ديالك الا كنتي غتخدم فيه وانت مرتاح، يعني ما تلقاش مشكل، على الاقل تكون 8 جيجا الفوق صافي. دونك البي سي ديال 1 جيجا ولا 2 جيجا حاول ما امكن تتفاداو. دونك هذه بالنسبه للرام. ثالث حاجه كنشوفوها هي الستوكاج. دونك الستوكاج عندنا ما يسمى بالديسك دور. هاد الديسك دور فيه جوج ديال الانواع، حتى هو فيه جوج ديال الانواع، كاين الاس اس دي وكاين الاتش دي. الاس اس دي كيكون خفيف بارابور الاتش دي، اللي خدمها في البي سي اللي فيه اتش دي دي كيكون ثقيل بارابور الاس اس دي. يعني الا كنتي باغي تاخذ، حاول ما امكن انك تاخذ الاس اس دي. كنصيحة دائما البي سي الا بغيتي تاخدو خدو فيه الاس اس دي. الاتش دي دي راه كيكون ثقيل في الخدمة ديالك،
دونك كيفاش نعرفو مثلا البي سي ديالنا واش فيه الاس اس دي ولا الاش دي دي؟ هي اللي غنشوفو دابا في البراسي. وايضا الناس اللي كيبغيو شي شويه مثلا داكشي ديال المونتاج ديزاين اكسترا، حاولوا تركزوا شويه على لا كارت غرافيك. حتى لا كارت غرافيك كل ما كانت يعني زايده شي شويه في الاخر الا كتكون احسن. دونك دابا غادي نشوفوا هاد لي زوبسيون كيفاش نشوفوهم في البي سي. راه بقاو معنا نشوفوا الطريقه باش غنعرفوا الكونفيغوراسيون ديالنا في الاورديناتور. راه غنحاول نخلي لكم دونك نسجل هاد لا فيديو او ميم طون غنسجل فيديو اخر ديال الكونفيغوراسيون. الوغ هذا البارتي 1 البارتي 2 غتلقاوها حتى هي في الديسكريبسيون. غنحاول نخلي لكم لو ليان ديال 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 لا فيديو الثاني في الديسكريبسيون، او تدخلوا في الديسكريبسيون تلقاو تما ليان كليك عليه غيعطيك لا فيديو. دونك كانت هذه هي الطريقه باش اننا نشوفوا لا كونفيغوراسيون ديال الاورديناتور ديالنا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مرحبا بكم معنا. كنوفروا دوره تكوينيه بالنسبه للناس ديال فاس، كنوفروا لكم دوره تكوينيه في الاعلاميات، عندنا البيروسيك مانتونونس، وايضا كنديروا البيع ديال لي زورديناتور لشي واحد باغي ان اورديناتور بورتابل. مرحبا بكم معنا في مدينه فاس، وكنديروا حتى ليفريزون على خارج فاس في المدن الاخرى. فمرحبا بكم معنا، وغادي نحاول نخلي لكم لي زانفورماسيون ديالنا. تواصلوا معنا في لاباج فيسبوك اولا في الواتساب.